منذ انطلاق تظاهرات ثورة تشرين في العام 2019، كان منهاج القوات الحكومية والميليشيات في مواجهة الحراك الشعبي المتصاعد يتلخص في القمع والقتل والخطف والإخفاء القسري. من هنا سجلت تقارير المنظمات الحقوقية نحو 1000 شهيد بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن عشرات المخفيين قسرى الذين مضى على إخفاء بعضهم نحو سنة أو أكثر. وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده شوارع العراق وساحاته من حيث تراجع زخم التظاهرات بسبب القبضة الأمنية وتداعيات تفشي وباء كورونا، إلا أن الأجهزة الأمنية وميليشيات الأحزاب الموالية لإيران لا تزال تخفي العديد من الناشطين في التظاهرات في ظل تواطؤ حكومي يدعم سياسة إفلات المجرمين من العقاب. ولعل ذلك من ضمن الأسباب التي تدفع العراقيين إلى تجديد تظاهراتهم في عدد من المدن العراقية، لا سيما في الناصرية حيث أمهل المتظاهرون الحكومة وإدارة المحافظة حتى يوم الجمعة المقبل للكشف عن مصير الناشط السجاد العراقي المختطف منذ أيلول الماضي، محذرين من استمرار المماطلة والتسويف الحكومي بشأن قضية استهداف الناشطين. وكذلك الأمر في محافظتي النجف وواسط التي طالب متظاهروها بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين، محملين حكومة القاضمي مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون ومهددين بالتصعيد الثوري في جميع المحافظات. في المقابل تمضي أحزاب السلطة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الشعب العراقي، بل وتكرم المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، مثل إعلان تحالف الفتح في محافظة ديالى عن تكريم الفريق الركن جميل الشمري المتهم بارتكاب مجزرة الناصرية التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين السلميين، ما يعني في رأي محللين أنه لا سبيل لاستعادة حقوق الشعب العراقي إلا باستكمال ثورته وبناء وطن العدل والحرية والكرامة الإنسانية.